الإعلامي زين عامر. زين صباح الخير، وكيف تنظر إلى هذا الاجتماع الطارئ الذي استدعاه شرف الدين عمارة، استدعى فيه أعضاء المكتب الفيدرالي؟ صباح الخير بدر الدين، صباح الخير لكل متتبعي قناة نهار. نحن يعني نتابع حثيثات هذا الاجتماع الطارئ، ننتظر من حين إلى آخر الخروج ب يعني قرارات هامة من هذا المكتب الفيدرالي الاستثنائي والهام. أنا نظن يعني الكل ينتظر استقالة الرئيس شرف الدين عمارة، وهذا الشيء كان منتظر بعد إخفاقين متتاليين، إقصاء من كأس إفريقيا في الدور الأول والإقصاء يعني من التأهل لكأس العالم. ولو احنا ننتظر أيضا يعني هذا الركور، يعني إن شاء الله نتمناه أن الفاف تعمل يعني كل ما بوسعها باش يعني تبعث هذا الركور، وخاصة يعني دير ان دوسيون بيطون بالأدلة لكي الفيفا تعاود إعادة النظر وتفتح تحقيق فيما حدث في ملعب مصطفى تشاكبي. زين، قلت أن الاستقالة مطروحة وهي الأقرب للتجسيد، كون شرف الدين عمارة فشل مرتين متتاليتين في كأس الأمم الإفريقية وأيضا في الوصول إلى المونديال، ولكن البعض ربما قد يتساءل يقول أن الرجل فاز بكأس العرب، لماذا استقالة شرف الدين عمارة هي مطلب في حين المكاتب الفيدرالية السابقة مثلا مكتب خير الدين زتشي أو مكتب حتى محمد روراوة بعد الإخفاقات في أول طريق الاستقالة لم تكن مطروحة بذلك الشكل؟ لا، اليوم بدر الدين أنا نظن لا مجال للمقارنة، لأن إذا حبيت نقارنوا ونفتحوا يعني نتكلموا على هذا المجال يعني مرحبا نتكلموا، لأن اليوم لما نتكلم على محمد روراوة، محمد روراوة نقولوها، ولو كنا نقولوا أن نعيب الرجل على يعني البطولة المحلية وعلى الشأن الداخلي، ولكن نظن ما كاش لي جامور محمد روراوة قدر يسقم هذا الشأن. وعلى الشأن الخارجي نظن أن في وقته كانت الجزائر مشات إلى كأس العالم مرتين متتاليتين، وفي وقت خير الدين زتشي نفس الشيء، ولو يعني خفقوا وين خفقوا؟ خفقوا في أشياء نقولوا بلاك إدارية، ولكن فزنا بكأس إفريقيا، وهذا حب من حب ولا كره من كره يعني في وقت خير الدين زتشي. اليوم لما تقول لي عمارة فاز بكأس العرب، أنا نقول لك لا يا بدر الدين، كأس العرب يعني كان عمل لبداوه يعني الفيدرالية السابقة لأجنى ثماره، لأن كأس العرب أتت بعد عمل يعني قاموه اللي كانوا سابقيه. اليوم أنا لما تقول لي أنا أقول لك إخفاق، لأن لو خسرنا في الكاميرون بنتيجة ثقيلة وما قدرناش يعني نجسدوا الفوز في البوليدة، كنت نقول لك نعم يعني هذه قدر الله وما شاء فعل، يعني مكاتب الله ما قدرناش نمشوا. اليوم انت عمرك ما خسرت في ملعب البوليدة اللي كان يسمى بملعب الانتصار. اليوم يعني واش عملت الفاف باش هذا الحكم يعني لو الكاميرون ربحونا فوق المستطيل الاخضر وربحونا يعني بطريقه رياضيه ما كناش نتكلموا بتاتا في هذا المجال. اليوم نظن يعني الفاف ما دارت يعني حتى شيء باش تحافظ يعني على يعني على نزاهه اللعب فوق ارضيه الميدان، ما دارت يعني حتى نقولوا حتى بالك ان بريسيون الحكم اللي في الشوط الاول كان خارج الاطار تماما، كانت قادره ولو يعني الفاف كانت الوري دو ديليغي دي جون اللي يتكلموا على الحكم ويديروا عليه ضغط، لان هكذا يعني احنا رانا افريقيين يا بدر الدين، ما راناش اوروبيين ولا ما على باليش، رانا افريقيين نديروا يعني نفس الطرق اللي يديروها يعني البلدان الافريقيه الاخرى. شفت يعني مثلا غانا كيفاش قبلت نيجيريا في بلادها، هل شفت مثلا الكاميرون واش داروا لنا في كاس افريقيا؟ زين عمر، اليوم زين عمر. لما يجوا الكاميرون سامحني، لما يجوا الكاميرونيين تخليهم يعني يديروا واش يحبوا في بلادنا؟ لا، هذه الاشياء يا اخي اخطاء. انا نقول لك لا، زين عمر سؤال اخير، زين عمر سؤال اخير. نعم. اريد اجابه مختصره اذا امكن. هل ترى ان العلاقه البارده بين الناخب الوطني جمال بالماضي ورئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم شرف الدين عمارة كانت أثرت بطريقة أو بطريقة أخرى على قرار استقالة أو تنحية شرف الدين عمارة من رئاسة الفاف؟
شوف ماشي قضية يعني العلاقة، شوف هذه العلاقة نقول لك أثرت على نتيجة المباراة، هذه العلاقة أثرت على نتائج الفريق الوطني، هذه العلاقة ما خلاتش الفريق الوطني يكمل يعني المكتسبات تاعو، لأن يعني حبينا ولا أبينا كنا نقولوها في وقت سابق في بلاطو استاد الكان مع الزميل حكيم فيسا، كنا نقولوا أن ما يقدرش رئيس فاف ما يقدرش يعني ما يتكلمش مع المدرب الوطني، ما يقدرش رئيس فاف ما ينقص من الضغط على المدرب الوطني، لما أنت المدرب الوطني يلقى روحه يعني وحده كما نقولوا احنا بالعاميه وما يتكلم مع حتى واحد وما كحتى يعني الشخص من الفيدرالية يقدر يتقرب منه، انا نظن بعد كاس افريقيا كان لازم عليه يستقيل ولا يخلي المكان. شكرا لك زين عامر الاعلامي، كنت معنا متواجدا في هذا الاتصال المباشر، سنعيد الاتصال بك في قادم المواعيد الاخباريه ان شاء الله. الى هنا مشاهدينا الكرام ناتي واياكم الى نهايه الموعد الرياضي، شكرا لكم وعوده اليك احلام. شكرا لك بدر الدين حجام، بدوري مشاهدينا اصل واياكم الى ختام هذا الموعد الاخباري.